الإبداع والفن والعمل المثالي هنا يكرم. إنها النسخة 9 لمهرجان الكوتنت للإبداع الواسطي، وفيها تم الإعلان عن نتائج الاستفتاء السنوي لاختيار الأفضل في محافظة واسط لعام 2015 بمجالات متنوعة ولشخصيات ومؤسسات اجتماعية وحكومية. مبارك للفائزين بلقب الأفضل في محافظة واسط لعام 2015، وهذا دليل على تفاعل اجتماعي داخل المحافظة، ودليل أيضا على تقدم أبناء واسط تجاه المدنية الحقيقية، تجاه المجتمع المدني الحقيقي. مهرجان شهد فوز 14 شخصية متنوعة، وأضفنا فقرة جديدة هي المصور الشبابي في مجال التصوير الفوتوغرافي، والحمد لله للسنة 9 يقام هذا المهرجان وبنجاح كبير، والدليل هو حضور هذا الجمهور الكبير. مهرجان الكوتنت الذي شهد حضورا جماهيريا حاشدا ركز خلال دورته 9 على الأهمية المعنوية لنتاجات الفائزين ومدى دعمهم للواقع الاجتماعي، كما أخذت لجان التقييم بنظر الاعتبار معدلات الإنتاج الفعلي للمكرمين في مختلف القطاعات. كم هائل من القنوات الفضائية وعمل تحتاج إلى الدقة والمصداقية فيها أن تصل إلى مستوى أن تكون الأفضل في عام خلال هذا الكم الهائل من القنوات، هو إبداع بحد ذاته. كرمال نقول البسيط اللي دعم معنوي ومادي بسيط من الخيرين، من الناس الطيبين، فأنا أشكرهم جزيل الشكر. فرحة كبيرة يعني، فرحة كبيرة كمحافظة وكوضع يعني، بصراحة بدون مجاملة يعني هم الراعي الوحيد لهذه القضية، قضية الإبداع والتكريم. ويبدو أن القاعدة التفاعلية مع أهمية مهرجان الكوتنت ودقة اختياراته تتسع تدريجيا لتشمل مختلف فئات المجتمع في محافظة واسط، ومن هنا تحظى تكريمات المهرجان بأهمية كبيرة لدى الفائزين. مسرورة جدا اليوم حضوري إلى مهرجان الكوتنت في محافظتنا العزيزة محافظة واسط. كانت فترة عصيبة جدا خلال فترة المسح الميداني للعام الماضي، لكن اجتزناها بالسلام بفضل فريق العمل اللي كنت أقوده بالرعاية الاجتماعية، كان فريق الباحثين الاجتماعيين في محافظتنا فريق متماسك. اليوم سعادة كلش عظيمة حسيت بها كوني بين أبناء مدينتي، وأحسيت أنه قدمت شيء لهذه المدينة التي تستحق مني الكثير. قدمت وسوف أقدم، أقول أنه بطل العالم من الكوت، وبطل آسيا من الكوت، وإن شاء الله البطل الأولمبي سوف يكون من الكوت. شخصيات مجتمعية وإبداعية متنوعة ومؤسسات حكومية أجرى تكريمها خلال النسخة 9 من مهرجان الكوتنت للإبداع الواسطي. من مدينة الكوت أكرم ربيعي، الحرة.